هلا ام اليمن، هلا حبيبتي. بنات شيروا الباب. وين بقيت التساتس؟ ولا عشان اليوم السبت ما حدش عرف. قمر كيفك طريقه الشوربه؟ بتاعت ايش؟ اي شوربه؟ لسه مش عامله شوربه انا. ممكن اعمل شوربه ماجو. خلص الشوفان شيرتي لهم. اسمعوا، بتقلوا بصله بزيت زيتون، اوكي، بعدين بتحطوا فوقيها الشوفان قد الكميه اللي بدكم اياها، بتقلوها مع البصل بس تستوي، وتضيفوا لها مي مغليه، بتحطوا لها ماجي وهيل وكركم، واخر شيء بقدونس. اذا كان عندكم مرق دجاج اسكى واسكى. هاي صفاء، هاي حبيبتي، هلا. مش عندي بنات، ما اوسخش انا حكيت بالصوره. اوه ظهري. هلا حبيبه قلبي، هلا يا عمري. هلا رح احط فوقيها البندوره زي هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بنات؟ خليها على راحتها، احط لها ملح. عشان الزبدوب تدبل وتنزل ميتها. اوكي، عم نحضر هلا الفلفل من اسمه. هلا انا الفلفل عندي هدول مقسمته من قبل، حرام بدي اجبرهم. اوكي، هاي بيبو حبيبي، صوص البيتزا تبعي امانه. تلا شمي لي المرقه الدجاج بالجاط هذاك، شو فيها منيحه.